هو موسيماني طبعا يعني هو محظوظ جدا النادي الاهلي، دي حاجه كويسه جدا، الكيان الكبير ومنظومته تساعد المدربين يعني على الابداع والتالق والابهار. خلي بالك هو العرف بيقول ان اي مدرب في اي نادي بعد كام يوم او كام اسبوع او كام ماتش تلاقيه ابدع وظهرت بصماته. الاهلي بسرعه لان المنظومه خلي بالك ماشيه بالترتيب، الاداره، اللاعبين، الجمهور، المدير الفني. طيب النهارده طبعا ده ترتيب، هو ده الترتيب في النادي الاهلي، في منظومه النادي الاهلي. اللعيبه موجوده على اعلى مستوى، الاداره بتوجد الاستقرار، بتوجد التماسك، هاديه جدا، بتتعامل، بتعرف عندها خبرات تتعامل بيها مع ظروف الدوري وظروف المباريات، سلبيه او ايجابيه. هاني خد بالك عندك جمهور، لو انت فاتح المدرجات الجمهور شوف بيملى طبعا، وفي اوقات بيبقى فيصل كتير جدا في ثواني اخيره، ده بعد كده المدرب، هو المدرب اللي لاقي الجو ده والاجواء دي كلها والمثاليه دي كلها لازم يحقق. النسب بتاعت اي مدرب بيخش النادي الاهلي بتبقى قليله وبينجح بامتياز. مظبوط. قليله مش 80. هو كان دايما دايما الناس بتتخوف مثلا فايلر، لا طب هنشوف وهنجرب، وفعلا فايلر في اول خطواته كان في نجاح كبير جدا. نفس الكلام يعني النسب، انت مدرب وعارف لما تروح نادي في نسب الكبيره دي، انا نسبتي كان ما لا تتعدل 25-30% وانجح، ومفيش مدرب في النادي الاهلي على مدار تاريخ النادي الاهلي يعني ما نجحش. حتى المدربين اللي هم بيبقوا بعض من مفيش امكانياتهم بينجحوا عشان المنظومه اللي اصوله. ان موسيماني ناجح بامتياز بصراحه، ناجح بامتياز، ونجح ان هو كسبنا ماتشين كبار جدا جامدين جدا ما حصلتش، وقدم حاجه فنيه على اعلى مستوى. كوره حلوه، حاجه فنيه على اعلى مستوى. ما هو الفيصل بين اي مدرب واي الجانب الفني 90 دقيقه كوره، فهو الراجل نجح، نجح بامتياز. بس التقديم اللي جه لقاه ساعده كتير. الارضيه اللي جه لقاها ارضيه جاهزه بشكل كبير جدا مع طموحه مع ما نغفلهاش يعني. يعني خلينا واقعيين، هو ماتش الوداد كان واقع له كام يوم بيمر الاهلي او ماتشات الدوري؟ ما كملش اسبوع بس. شوف بقى، يبقى نشكر الاداره، نشكر اللعيبه طبعا، نشكر الجمهور، ونشكره مفيش كلام، المنظومه كلها ماشيه، فالابداع من هنا هيجي. فهو موسيماني نجح، شفناه تألق في ماتش خارج الارض مع الوداد في الارض هناك كسبنا. السير المباراه ساعدنا كتير قوي، وخاصه في اول دقايق لما تجيب هدف ده بيوجد ثقه. اكتر لاعب فرق في وجود موسيماني في الفتره القليله دي، وفرق يعني في الفتره القصيره دي من وجهه نظر كابتن ربيع؟ لا هو ممكن تقولي مثلا ايه، طبعا هو الشناوي متالق في احسن حالاته الفنيه. انا كنت هقول بعيدا عن الشناوي يعني عندك قفشه برضو ماشي كويس وسجل وابدع، ودلوقتي يعني تيل. وبرضو في مروان رجع، يعني ما لو تلاحظ برضو مروان الفتره اللي فاتت ما كانش، مروان رجع وبيسجل وهداف، وبقت الامور ماشيه احسن بكتير يعني من الاول. بكتير قوي كمان، بكتير قوي. ثقه في نفسه، تحس انه واثق في نفسه طبعًا. وبدا محطه بيبقى. الفرقه كلها، الفرقه كلها بصراحه ماشيه كويس من اول الشناوي والخط الظهر لوسط الملعب للخط الامامي للراس حربه الصريح. فاللي اقصده ان هو وجد حته كويسه جدا، هي الفوز الاهداف، توقيت الاهداف حضرتك، توقيت الاهداف خاصه طبعًا في المغرب. طبعا طبعا. فشوفنا فرقه طبعا اداء رائع بصراحه، واللعيبه كانوا عند على مستوى رائع خاصه في الجانب الفني. الجانب النفسي في النادي الاهلي ما طبيعي جدا، الولد يعني قصدي لعيب النادي الاهلي هو بيتعامل مع كيان كبير جدا، الكيان بيحترمه ويقدره وبيجهزه واحسن تجهيز. خلي بالك من الحته دي. مظبوط. خد بالك هاني مش يعني محتاج حاجه يعني الولد يعني. خلينا واقعي. فاللي اقصده ان هو ابدع طبعا، والماتش الثاني كان سهل لان هو احنا برضو الماتش الاول يعني ادانا فرصه ان احنا ننزل بثقه مهمه جدا، واقتدار مهم جدا، وترابط وتماسك، وجانب فني واخد بال حضرتك، وتالق وابداع. اعتقد كل ده اثر على الماتش الثاني بشكل ايجابي رائع. واخد بالك، لقينا جوانب دفاعيه، لقينا على المستوى الفردي الجماعي، لقينا جوانب هجوميه، لقينا تالق، لقينا تسجيل اهداف، لقينا حتى استحواذ بشكل جيد. احنا اللي بفرضين اسلوبنا، مش الماتش والماتش الثاني. النتيجه كمان ثلاثه يعني قصدي. فكل سير المباراه كان بالنسبه لنا في الماتشين امتياز. كسبنا 5-1 في نهاية قبل نهاية المجموعة، ده ريكورد ما حصلتش. فبصي بقى، فعشان كده انا بقول اشكر موسيماني واشكر الإدارة واشكر اللعيبة. خد بالك، وعدم حضور الجمهور برضه، لان اكيد الجمهور يعني وجوده مهم جدا. كان سبورت ليه على وسائل التواصل الاجتماعي، هو كان بيتابع ده كويس وحسه اول ما نزل. حتى كان اول ما دخل النادي الاهلي يا كابتن قال لي
يعني هو كان اول يوم ليه في مصر قال لي انا دلوقتي فعلا صدقت هم بيقولوا ليه النادي الاهلي النادي كبير. طبعا احساسه من اول ما دخل الجزيره فرع الجزيره قال لي لا يعني انا فعلا ولسه لما نجيبه فرقه الشمس ان شاء الله. فرقه الشمس بقى ده هيتقطع في فرقه الشمس. لازم يتقطع بالكرش ده طبعا. احنا بنوزن خلي بالك. لا طبعا في الوزن لا خليه شويه عايز يخس هو بس شويه. فنجح بصراحه نجح وهو مدرب لذيذ جدا وشكله انسان وشكله بيعرف يتعامل مع اللعيبه وعنده خبرات كبيره جدا يا كابتن. ده بننسى ماتش الوداد نخش على النهائي. النهائي بقى هيبقى مختلف. النهائي مختلف مش يعني كلام. تفكير النهائي 90 دقيقه مش كده ماتش واحد ولا ماتش ماتش 90 دقيقه بتختلف غير 180 دقيقه. 90 دقيقه طبعا وان شاء الله تكون هنا موجود في مصر ومع فرقه من الفرقتين الزمالك او الرجاء. تتوقع مين يا كابتن بالنسبه حتى لسير مباراه او نتيجه مباراه الزمالك والرجاء في المغرب؟ تتوقع المباراه النهائيه ما بين الاهلي والرجاء ولا الاهلي والزمالك؟ بص الاول اتمنى ان الزمالك يكسب ان شاء الله عشان برضو فريق مصر. طبعا اكيد طبعا مش كلام يعني اكيد. لا الزمالك اعلى من الرجاء. الزمالك احسن. الزمالك فنية. افضل. الزمالك فنيا اتقل من الرجاء ضحيتك فنيا في المعدل الفني بتاع 90 دقيقه بتوعه بالنسبه لخطوطه كجماعيه وافراد تلاقي الزمالك اعلى بالك. والدليل ان هو كسب هناك مع ان الرجاء فرقه مش وحشه فرقه كويسه فرقه تقيله طبعا. فالزمالك حقق نتيجه كويسه. فالنهائي اعتقد ليه تفكيره بالنسبه للمدير الفني في تحضير فرقته الاول في ال 11 لعيب اللي هشتغل بيهم اللي معايا مين بره اللي هدفع بيه بالك. سير المباراه يمشي ازاي. انا السيناريو بتاعي على المستوى الدفاعي والهجومي ازاي يعني. انا بشتغل على الاستحواذ هكسب ازاي هوصل ازاي هروح ازاي الطريقه بتاعتي ازاي الخطه بتاعتي ازاي بالك. همرن اللعيبه وهحركهم ازاي عشان يروحوا يسجلوا لي. هشتغل من الجناب هشتغل من العمق هشتغل بالطويله هشتغل باللمسه واللعب هشتغل الاستحواذ بتاعي المدافع ازاي هضغط ضغط عالي ولا اعمل الزون بتاعي ال 10 ياردة ولا 20 ياردة 18. كلها امور دي يملكها المدير الفني يعني لانه المفروض يكون قرا المنافس طبيعي طبعا وبناء على قرايته المناسبه المنافس هو اللي بيحط بيحط كل الخطوط دي. بحضر شغل الفني على الفريق المنافس كله فني ده بالك. فاخد بالك في حضرتك هو ده المدرب. المدرب واللاعبين يا كابتن هاني هم النهائي توفيق ربنا هم طبعا. المدرب في وضع خططه وشغله وقراءته وتوظيفه يعني ممكن يصير مباراه في توظيف تختلف برافو عليك. السيناريو يتقلب يكون هو محضر سيناريو وفجاه السيناريو يتقلب في ثانيه يتقلب في ثانيه لان يعني ممكن النتيجه مثلا سير مباراه ممكن تبقى سلبيه ممكن كسبان واحد متعادل دخل فيه. فبكل ده السيناريو بتاع المدير الفني لازم يدركه. لازم المدير الفني يكون في احسن حالاته الفنيه في ادارته للمباراه. طيب في حال يا كابتن ربيع قابلنا الرجاء والرجاء زي ما حضرتك يعني تفضلت فريق قوي بطل الدوري المحلي هناك. ايه اللي حصل في الاول في مباراه الشوط الاول مع الزمالك هناك وهل ممكن الاداء ده يتكرر في حال قابلناهم يوم 6 نوفمبر؟ هو ولا ادائهم ده لا يرجع مره اخرى غير متوقع كل ماتش وله ظروفه وخاصه المباراه النهائيه دي. لا النهائي وبعدين نتيجه قريبه يعني برضو واحد غير اتنين في نفس الوقت انت ما تضمنش الظروف. كره ملهاش كبير احنا ده في فرق في كاس العالم في فرق في فا مره فرقه كان بين مش عارف نيجيريا واليونان 6-0 و6-6 وضربات جزاء انت فاكر فيها ده في كتير جدا واحنا عندنا يعني في سيناريوهات كتيره وفي تجارب كتيره. الكوره مالهاش كبير زائد يوم المباراه ده مهم جدا في التوفيق. أيوه. يوم المباراه في ال 11 لعيب يوم ممكن لعدم الاختيار ممكن اريح لاعب يفرق معايا لاعب واحد يفرق معايا في شغله الهجومي خد بالك ممكن اريح حارس مرمى ممكن حاجات كده. لكن يوم المباراه بالنسبه لل 22 لعيب مهم جدا مع توفيق الاثنين المدربين. المدرب اللي بيقود بره لازم يقود وفي نفس الوقت في احسن حالاته الفنيه عنده شغل كتير عنده شغل بعينه كتير عنده طبعا. شغل فيه خبرات كتير عنده شغل فني كتير يعني فني في كل جزء من المباراه. في كل جزء من المباراه ممكن يكون في تدخل والتدخل السريع في اوقات معينه بتفرق جدا. 22 لعيب يعني قدامه 22 شايفهم بخططهم بشغلهم بفردياتهم بمهاراتهم ببدنياتهم بكل حاجه واخد بالك. اللي اقصده يا هاني ان هو بيدير ولازم ده نهائي فالمطلوب كتير طبعا. لكن زي ما قلت لك اللاعب بقى مطلوب منه ان هو يركز ويلتزم ويكون بيدخله الاصرار اللي مطلوب مني ايه. انا من وجهه نظري ماتشات الكوره وظيفه عند اللاعب فنيه
وظيفه يعني، وانت عارف كده كويس. انت بتكلف اللعيب والله انت عندي باك ليفت، وظيفتك خلال 90 دقيقه 1 2 3 بالظبط، تهاجم امتى وتدافع امتى، ده شكر، ده اللي حاسبك عليه بالك. قيس على كده كل مراكز يعني، قيس على كده بقى الكتله بتاعتي بتروح ازاي وبتهاجم ازاي والشكل الدفاع ازاي والشكل الهجوم ازاي وشغل ازاي المطلوب ازاي وضغط ازاي ونص الملعب ازاي والتحول من دفاع ولا حاجات كتيره جدا. في وجهه نظر انا عند المدير الفني، انا بجيب مدير فني بحجم هذا المدير الفني عشان يشتغل مع اللعيبه. فيوم المباراه مهم جدا، وتوفيق التوفيق كمان يوم المباراه ده كمان ممكن تكون كل التحضير يكون على اعلى مستوى وهو كمان، لكن توفيق ربنا ده اولا واخيرا، ممكن يكون اللعيب ثم الاسباب موفق. طب ما هو التوفيق ثم الاسباب يعني، انت لما انا من وجهه نظري بدل يعني اشتغلت وتعبت، لا هي كره شغل يعني، قصدي الكره دماغ، الكره برضو خبرات طبعا، الكره برضو عقل، الكره حاجات كتيره جدا يعني. فاللي اقصده المدرب انت بتشتغل وبيبان، المدرب حجم الفني اللي عند المدرب بيبان يعني طبعا. بيبان هو في ادارته، بيبان في تشكيله، بيبان في توظيفه تغييره. انا كنت مختلف مع احترامي معلش، وقلت الكلام ده في وجود فايلر، وكان فايلر كان برضو فايلر عمل، خلينا نتكلم بامانه، كان في الفتره الاولى عمل ماتشات كويسه قوي ونتائج كويسه، لكن في الفتره الاخيره يمكن كان بيلخبط شويه. لكن حضرتك قلت ايه بقى على فايلر؟ لا انا قلت على فايلر ان هو عادي، الاهلي اللي صنعه حتى قبل فتره الكورونا كان ده راي حضرتك. ايوه انا من ساعه ما بيبان 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 المدرب، المدرب بيبان. وممكن خلي بالك المدرب مفيش توفيق، بس لا ده مدرب قدير، لا ده شاف، ده فاهم، ده عارف، لان الحجم الشغل اللي عند المدير الفني الشاطر كتير، مش فرقته والفريق المنافس والتحضير والتوظيف، ده ممكن تركيه واحده هاني تعرف كده كويس تقلب لي المباراه واروح والناس تبقى مقتنعه ان لا ده عمل مباراه كبيره ومفيش توفيق. لا حقيقي خد بالك، فاللي قصده بيبان حتى اللعيب اللي هو بعيد عن مستواه المدرب يرجعه. خد بالك الشكل العام، الكوره دلوقتي بقت فتره كبيره جدا عندنا ثلاث نقاط وترتيب لكن احنا عاوزين نشوف الابداع ونشوف الابهار ونشوف بقى ايه، نستمتع بكوره بالله، هو ده اصل الكوره. صح. فان شاء الله موسيماني ماشي كويس، وان شاء الله ربنا يوفقه ويكون من نصيبنا ان شاء الله. متفائل ان شاء الله، ان شاء الله متفائل جدا بفضل الله. احنا كمان متفائلين بوجود حضرتك على القياده الفنيه لمنتخب الشباب، ومتاكدين رغم الصعوبات ان شاء الله كابتن ربيع ياسين برضه هيحضر لنا جيل مميز جدا من اللعيبه المميزه ان شاء الله. كابتن ربيع شرفتنا، كابتن ربيع وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا لكم، كلكم طيبين، اشكركم، شكرا جزيلا. ما قلتليش برضه حلاوه الجيل. خد بالك يا كابتن، قول لي انت فين النهارده يا كابتن؟ طب والله خلاص اعزمك، طبيعك اعزمك. والله شرف ثاني والله، ربنا يخليك. نشكركم شكرا جزيلا. دي كانت حلقة يوم الأربع، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة في البيت الكبير من 10 ل